بالنسبة للطاكسيات محطة الزمور تيفلت الخميسات، الناس تيتشكاو من المركوب هنا تيقول لك راه الناس تيزيدوا علينا وهادي وما تيلقاو فاش يركبوا. حنا عندنا هنايا 60 طاكسي، 60 طاكسي رباط، وتقريبا 60 طاكسي خميسات و 60 طاكسي تيفلت، تنتعاملوا مع خميسات وتيفلت. بالنسبة للمناسبة ديال العيد تنعرفوا تيكون الديبار الأكثرية من هنا من الرباط، الناس تيمشيو من هنا من الرباط تيمشيو للخميسات وتيفلت. الطاكسيات اللي تيمشيو لتيفلت والخميسات تيبقاو حاصلين تما، كاين ما تيلقاو ما يجيبو، تيبقاو شادين النوبة. البلايص تيبقاو واقفين هنايا عداد فوق 200 بلاصة ولا هادي، تيجي طاكسي قراوي يعني مجهول ديبار تنقولو مجهول، تيجي تيزيد على الناس هنايا تيديهم ب 60 درهم 70 درهم، تيحملوا المسؤولية للطاكسي. راه كاين فرق بين طاكسي عاملات الرباط وخميسات وتيفلت، وكاين غير طاكسي مجهول، الناس خصهم يميزوا، وحتى اللي يكون تيهضر خصو يعرف اش يقول، ماشي غير يجي يخرج ويهضر ويبقى يقول لك طاكسي طاكسي. طاكسي راه انواع، راه كاين طاكسي اللي عنده بيرمي كونفيونس، وكاين طاكسي اللي غير ديبار شادو غير هكاك. هنا خاص المسؤولين تنوجه هنايا للسلطه الامن الوطني وهذه حتى هما يردوا البال معاهم، ملي يشوفوا ماشي طاكسي ويحيد ليه الوراق ولا يشوف كيفاش يدير ليه، هذوك راه هما اللي تيزيدوا على عباد الله هنايا. وبالنسبة لنا حنايا راه حنا راه تنمشيو تنشدو الصف لهيه باش نجيو عامرين، أما إلا جينا خاوية راه ما عندنا ربح. الاقتداء ديال الناس هو اللي كيجعل القضية تكون شي شوية مطرفة في هاد العيد، فهمتي؟ دابا الطاكسيات كلهم كيشدوا واحد الاتجاه، كلهم كيمشي لواحد البلاصة. دابا كلشي مثلا راه كاين خميسات وتيفلت، ما كاينش دابا في الرباط، ما كاينش شي واحد هنا في الرباط. اللي جا كيعمر. واش غيعمر؟ غيعمر ستة، ولكن راه كاينه تقريبا هنايا فوق، راه كتشوف بعينك دابا كاينه تقريبا فوق واحد، وباقي غيتزاد العدد. دابا هادشي راه غير الصباح هذا، وباقي ما تزادش بنادم. واحد الوقت راه غادي يكون هنايا اكثر من 300 ولا 400 ديال الناس كتسنى، والطاكسيات كلهم شادين طريق غاديين. هذا الشيء علاش اللي كاين باش ما تيكونش، تيكون الاقتداء ديال الناس. دابا الاشكال اللي وقع اخويا هو دابا تنمشيو لمكناس، حنا دابا انا يومين في مكناس عاد جيت، يعني مشيت ول البارح مع 10 الصباح. دابا المشكل مكناس ما فيش البلايص، المواطنين دابا ملي تيجيو هنا ما تيلقاوش الطاكسيات. دابا بالنسبه لمكناس الا مشيتي دابا لمكناس غتلقى تقريبا فوق من 90 طاكسي ديال الرباط واقف مكناس، يعني الروتور ما كاينش. سي غلا تنعمر حنا بالطريفه، واش سمعتي راك مول الطاكسي انت حضرتي قدامه قال لك راه السته الاولين بالطريفه، حنا تنعمرو دابا ازرو تنعمرو تو بالطريفه. يعني ازرو 120 درهم ومكناس ب 1500، ولكن راه الروتور ما كاينش. تيجيو بعض الديبارات الناس اللي مجهولين، ما بحال هذوك الديبارات اللي قراويين ديال خنيفرة وديال يعني ماشي من الرباط، هذوك تيديروا 100 درهم المكناس. وبالنسبه للرباطين هنا ما تيقدروش يديروا، حيت غيمشي يقيدوا به في البوست ولا غادي ياخذوا النمره ديالو ويقفوا عند الجندارم غيتحاسب. هذاك ديبار مجهول ما عنده لا سبيسيال ما قانوني ما والو، تيجي تيعمر ب 100 درهم، يعني تيعمروا بالعشوائيه. بالنسبه لي انا غندي بالطريفه، لان واخا غنتسنى حتى لغدا ان شاء الله غادي ندي نجيب النوبه ديالي. وهاد الناس دابا اللي غير تيجيو من خطوط اخرين تيم إيه عمر تيزيد ديك 500 ريال، هذاك غير خوي ويرجع في الطريق، فهمتيني؟ انا غادي ندي ب 75 درهم الثمن العادي. الا جا اي واحد منا يبقى حتى يدي النوبه ديالو تيرجع في الروتور ما غايكملوهم شي. دابا انا مثلا واخا غادي نمشي اللهم غنضيع نهار حتى الغدا ونجي، ولا غنمشي ورجع تشيط ليا 100 درهم في الفياج ما فيها والو. ها 5200 المازوت، قول 64 درهم ديال اللوطور تمشي ومشي، حيدها من 9000 ريال اش غتبقى ليه؟ راه ما تبقى له والو. دابا هادو اللي تيزيدوا داك الثمن بيه تيدير الدوره تيدي الفياج يحطو ويرجع ديك 150 درهم مازوت يقدر يعاود فياج اخر. والمهم هذا هو اللي كاين، وهذه هي الهضره ما فيها لا زياده لا نقصان. انا خويا غادي ساكن كاري تما غنمشي حتى لغدا ان شاء الله ونجي.